لوم إيديال إصدار الأو دو بارفان. تابعوا مع الفيديو. اهلا وسهلا فيكم اعزائي عن جديد على الفراغرنس هوليك لبنان بيروت فراغرنس باشن. مراجعة اليوم مثل ما قلنا عن عطر لوم ايديال اصدار الاو دو بارفان. مثل ما ملاحظين هلا رح بلش اتجه صوب العطور الثقيلة الشتوية ابتداء من هالفترة، لانه نحن خاصة هون بلبنان بلشنا نتجه صوب منتصف الخريف ورح نستقبل فصل الشتاء. فرح ننتقل، رح نبعد شوي عن العطور الاكواتيك الفريش ونروح باتجاه العطور العميقة والشتوية الثقيلة، وهيدا عطر من هالعطور اللي رح نبلش نحكي عنه. هذا العطر لوم ايديال اودو دو بارفان تم اصداره عام 2016، نفس البرفيومر تياري واسر، ومعه برفيومر تاني مع صبية يمكن مشتركة معه بإنتاج هذا العطر بتصنيع هذا العطر، بس هو البرفيومر الأساسي هو كمان اللي عمل إصدار الأودو تواليت. رح بلش بالأول بالبرزنتيشن عطول الجيرلان. البرزنتيشن عندهم الجمال، القنينة عندهم بيهتموا بالتفاصيل مثل ما شايفين، شوفوا الحروف، نقاوة الإزاز، الغطا في وزن، كمان اللوجو محفور على الغطا من جوا ومن جوا ومن برا، حتى على السبراير محفور هون على ظهر السبراير محفور الغطا. شوفوا السبراير المشغول للتفاصيل بأداء التفاصيل، يعني بيهتموا. من قدام لوم ايديال اودو دو بارفان، من تحت الباتش كود مع الساعة هي 100 ملي، ومثل ما قلنا تركيزه اودو دو بارفان. السبراير مثل عطول الجيرلان، السبراير عندهم رائع، بيجيبوا احلى كواليتي سبرايرز. اوكي، النينة كتير حلوة، رائعة النينة، طريقة الازاز صب الازاز فيها كتير حلو. انا من احلى الانانه اللي بحبها الموجوده عندي. عندنا افتتاحيه رائعه، ريحه رائعه افتتاحيه. عندنا لوز مع بعض البهارات السبايسز، عندنا الخزامه اللافندر والبرغموت، الزعتر والاكليل الجبل الروزماري، هولي بالافتتاحيه. وسط العطري عندنا الكرز، نقطه الكرز، الفانيلا، البخور والورد، وبالقاعدة العطرية عندنا الجلد، تونكا والساندلوود. بس أكتر نوتات مهمة على هذا العطر هن اللوز، الكرز، البخور والجلد وشوي التونكا، لأنه في سويتنس، يعني عندنا التونكا والساندلوود بيعطوا سويتنس بس التونكا ظاهرة أكتر. أوكي، بس أكتر نوت هي الكرز، هي بتميزه مع اللوز. اللوز اخذينا من الاصدار الاساسي الاودو تواليت اللي هو اللي عملت عنه مراجعه قبل، نقطه اللوز خلطين مع نقطه الكرز، مشان هيك هذا العطر عطر كتير مميز. بس ترشوا هذا العطر رح تكون ريحتكم غير عن كل العالم، ريحته مميزه ما بيشبه شيء. ما تستغربوا وقت ترشوا هذا العطر، ما تحسوا انه شيء غريب، لا عطر كتير حلو. بالنسبة لأدائه هذا العطر انا علي أدائه ممتاز، عم بيعطيني 8 ل 9 ساعات ثبات، واوقات يعني اذا بقولكم ما رح تصدقوا، يعني برش على ايدي، كنت عم جربه لهذا العطر قبل ما اعمل عنه مراجعة، رشيت على ايدي قبل ما نام بشي ساعتين، رجعت فتت نمت وعيت الصبح بعده العطر على ايدي، شميته بعده على ايدي، حتى رحت عند زوجتي قلت لها شمت اشوف اذا، ما صدقت انه بعده على ايدي،
شمت قلت لي شو هيدا بعده على ايدك القطر. فادائه ممتاز بالثبات، فواحينه اول ما نرش عندنا اول ساعة ونص لساعتين فواحين كتير منيح. اطراءات اكيد رح يجيب اطراءات، الصبايا رح بحبوا هذا النوع من القطر، الصبايا والسيدات رح يحبوه عليكم لانه مميز، رح تنسألوا عنه كتير هذا القطر. الفصول اكيد خريف وشتاء، فصول الصيف والربيع بالحر الشديد ما بنصح فيه ابدا، عطر خريفي شتوي بامتياز. سعره مشكلته بسعره انه الجيرلان سعرهم غالي اجمالا. انا اخذته تستر ب$60 هذا العطر، ممكن تلاقوه كفول باكجينج بحدود $70-$75 اوقات اكتر يعني، بس جربوا خدوا ديل فيه يعني، بس ما راح تلاقوه تحت $70 اذا عم نحكي فول باكجينج. شغله بس هيك معلومه صغيره، اصدارات ال 2019 بيجوا كلهم ازاز ما لهم الطلاء اللي هون، فيك يبقى في طلاء لونه مثل لون الطبقه رمادي، بيجي مثل زمار على الاطراف هون. 2019 عملوه كله ازاز، شيلوا هيدا اللون الرمادي على الجوانب، اوكي؟ فما تستغربوا، هذا اصدار 2019، اوكي؟ مثل ما شايفين. لكن لوم ايديال اودو بارفان، عطر ادائه كتير منيح ممتاز، ريحته كتير مميزه، اكيد اكيد بنصحكم تجربوه. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني وتعملوا سبسكرايب، وبنشوفكم بإذن الله بفيديوهات جديدة.